السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صفحة إبراهيم للعقارات. اليوم جبت لكم واحد الشقة من طراز الرفيع، فيها صالون، ثلاثة ديال الغرف ديال النوم، كوزينة، مساحة كبيرة، و بروميير إيطاج و دوزيام إيطاج. مع العلم على أن هذه الشقة الثمن ديالها هو 33 مليون قابل للنقاش، ومساحة ديال 68 متر. هاد الشقة إن شاء الله غادي تستافد من الدعم اللي كتقدم الدولة، سواء ديال 10 المليون سواء ديال 7 ديال المليون، حيت هي تبنات غير مؤخرا، مازال يلا خدينا البيرميدابيتي ديالها دونك في 2023، ويمكن لك تستافدنا. مع العلم أيضا على أن بهذا الثمن هذا ديال 33 مليون، إذا استفدتي من الدعم غادي تقام عليك هذه الشقة بأقل من الثمن ديال الشقق الاقتصادية اللي في السكن الاقتصادي، اللي معليش استفد من الدعم ويبقى الثمن ديالها هو 25 مليون أو أكثر. إذا اليوم كنقدم لكم هذه الشقة هذه اللي فيها صالون، مساحة متوسطة، لا ديكوراسيون جهة الموبل تي في، و عندها سرجم كيطلع على الشارع بلي ريدو الكتريك. كتلاحظوا معايا القبص، القبص باللون الذهبي والاسود والابيض، و لي سبوت كما كتلاحظوا، صباغه بلاتينيا، زليج اخر ما كاين في السوق، مباشره من الصالون كنلقاو غرف النوم. على اليمين غرفة النوم رقم 1، هذا المدخل ديال غرفة النوم الأولى، كما كتلاحظوا عندها سرجم كبير بحال شكل ديال البالكون تقريبا، فيها هاد لا ديكوراسيون ديال القبص، فيها لي سبوت بلاتينيا بالصباغة، وعندها أيضا واحد الماريو بالام دي اف، مساحة كبيرة. ثم اون فاس غادي نلقاو غرفة النوم رقم 2. غرفة النوم رقم 2 مساحتها ايضا كبيرة كما كتلاحظوا معايا، عندها سرجم على لاكور، فيها لا ديكوراسيون ديال القبص، والوان ما شاء الله هادئة ورائعة كتميز هاد غرفة النوم، كتخليها هادئة. ثم مباشرة على اليسار كنلقاو غرفة النوم رقم 2. غرفة النوم رقم 2 حتى هي مساحتها كبيرة، هذه يمكن لك دير فيها مثلا جهزة مثلا ناموسية للدراري الصغار او لا ناموسية كبيرة، دونك بصفة عامة كل واحد يعرف شنو غادي يدير فيها. وعندها أيضا سرجم على لاكور. نتجهو مباشرة هنا لوسط الدار، غادي نلقاو لاكويزين، أو عفوا غادي نلقاو صال دو بان، حمام مشترك، فيه لافابو، فيه دوش، وفيه أيضا تواليت. ثم مباشرة غادي نلقى كوزينة، كوزينة هي جات بمساحة كبيرة، فيها سرجم كيطل على الشارع، وفيها لي بلاكار بالام دي اف باللون الابيض الذهبي، الجرانيت او لا الرخام باللون الاسود، وزليج من الارض حتى السطح و حتى السقف. وعندنا هنايا لا ديكوراسيون ديال القبص مع لي سبوت. هادشي كامل في موقع اللي هو قرب من حي كاميليا، موقع اللي هو استراتيجي كيضم جميع المرافق اللي كتحتاجو، وبثمن مناسب ديال 33 مليون قابل للنقاش. ومع التذكير فقط فهي كتستافد من الدعم اللي كتقدم الدولة للمواطنين. شكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.